المسام المفتوح هي مشكلة تجميلية شائعة بيعاني منها كثير من السيدات. مشكلة المسام المفتوح هي مشكلة بترافق البشرة الدهنية بشكل أساسي. بتظهر بشكل أساسي عند الأشخاص الأصغر بالعمر، وبالتالي بتعبى بالمواد الدهنية وتظهر عنا مشكلة الزيوان الأبيض أو الزيوان الأسود. مع التقدم بالعمر بتخف مشكلة الزيوان، وإنما بتصير المسام المفتوح ظاهرة بشكل أكبر ويعاني منها السيدات خاصة لما بيحطوا الميك اب. هل في طرق وعلاجات بتخلينا نتخلص من المسام بشكل نهائي؟ للأسف لا، ولكن الخبر الحلو إنه في طرق حديثة هلأ بتخلينا نتخلص من المسام، أو بتصير المسام كتير صغيرة لدرجة ما بتصير ظاهرة خاصة من مسافة اجتماعية. طب شو هالطرق هاي؟ أول شي بتبلش العناية بالمنزل، يلي هو عن طريق استخدام كريمات على البشرة يومياً قبل النوم. الهدف منها تنشيط الكولاجين، وبالتالي لما بيتنشط الكولاجين ممكن المسام تصغر وتصير غير ظاهرة تدريجياً. العلاج بالعيادات بتألف من عدة طرق، منها مثلاً الدرمابين. الدرمابين هو عبارة عن إبر صغيرة بتدخل تحت الجلد بتنشط الكولاجين. طبعاً العلاج الأهم والأكثر فعالية هو المايكرو نيدل راديو فريكونسي، أو العلاج بواسطة الإبر الدقيقة وبالراديو فريكونسي. إبر صغيرة بتنزل تحت الجلد بشكل سريع، ولما بتنزل تحت الجلد بتعطي راديو فريكونسي اللي هو نوع من أنواع الحرارة أو الهيت، بالتالي الكولاجين بتقلص وبيرجع بتجدد مرة تانية، وبهالتجدد بيخلي المسام بشكل أصغر. بحب زيد هون انه هالطرق العلاجية هي نفس العلاجات اللي بنستخدمها لعلاج السكارز او الندبات الناجمة عن حب الشباب. مشان هيك اذا كان اي شخص بيعاني من مسام مفتوح او من ندبات حب الشباب، لا يتردد ويراجع طبيب الجلدية يسأله عن الحلول المتوفرة والممكنة لحل مشكلته.